مع إشراقة شمس يوم عيد الأضحى المبارك توافدت جموع المصلين بوهران إلى المساجد لأداء صلاة العيد وسط أجواء روحانية ميزت المشهد. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أتمنى للأمة الإسلامية قاطبة وللجزائر خاصة والشعب الجزائري عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير، تقبل الله منكم صالح الأعمال. والفرحة لا تكتمل إلا بنصر قريب وفتح من الله عز وجل لإخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين. أنا ندعي من كل قلبي الله يدين نعمة الأمن والأمان في الجزائر الحبيبة. عيد الأضحى شعيرة دينية ومناسبة للتعلم والتضامن وتعزيز الروابط الاجتماعية. هنا بحي الصديقية يشحذ هؤلاء الشباب همة ابن حيهم نذير لنحر الأضحية لأول مرة في حياته. هذا العام معيت مع الحاج ذبحت وراني نسلخ، أجواء رائعة ما شاء الله، الله يبارك ولاد الحومه المعاونه بالخفت كملوا. مازال عندنا العاده بكري الجوارين هنا يهودوا، نتلاحموا هنا ونتعاونوا وتولي يد واحده ان شاء الله. وعيد سعيد لكل الامه الاسلاميه وما ننسوش اخواننا بغزه. تقاليد راسخه تشهدها احياء وهران تعكس اهميه هذا الحدث الديني الذي يحمل في طياته كل مشاهد التكافل الاجتماعي.